اهلاوي وانا حاسس بجمهور النادي الاهلي. انا يعني مشجع قبل ما اكون لعيب، فدي برضو بتفرق شويه ان انت نفسك النادي الاهلي يكسب. وكمان الصراحه تعب زمايلي كمان، انا كان حرام بعد المجهود اللي عملوه ده ما تعبتش نعمل بدنيا امبارح عمرو؟ يعني انت نفسك ما اتكرفش امبارح؟ انا حضرتك كان في لقطه كده كنت بتفرج عليها فوق وانا مع الزملاء يعني في بره كواليس، حسيت ان انت عايز انبوبه اكسجين. انا لانه مش يعني حسيتك تعبت. انا تعبت في التسخين والله. انا بسخن في الماتش حسيت ان الموضوع هيبقى صعب، بس زي ما انت بتقول بقى في الاخر روح الفانيلا هي اللي بتخليك تلعب. انا خلاص ما بقتش حاسس بنفسي. انا اول ماتش خلص انا نمت على الارض، مش قادر اتنفس خلاص. انا وايهاب مش قادرين نتنفس خلاص. يعني انت من التسخين تعبان اصلا؟ اه والله مش قادر خلاص. يعني بجد يعني والله العظيم مشفق عليك انت وايهاب.